هنا المملكة، أهلا بكم مشاهدينا، وجولة سريعة على تداولات بورصة عمان اليوم الأحد الموافق 14 من تموز 2019، جلسة بداية الأسبوع ونبدأها في ماذا سجل المؤشر العام اليوم. سجل استقرار إلى حد ما بعد مقاومة كبيرة عاشها خلال عمر الجلسة، كانت بين المنطقة الحمراء والمنطقة الخضراء، لينتهي به المؤشر عند 1% في المئة. بالنسبة لحجم التداول اليوم وصل إلى 8,300,000 دينار، على الرغم أن التداول كان أيضا مستحوذ بعض الشركات عليه، منها شركة الفوسفات التي استحوذت على أكثر من 30% بصفقات وصلت إلى 3 مليون تقريبا، ما يقارب 3 مليون. سبيك أيضا كان لها حصة من التداول اليوم بالإضافة إلى شركات أخرى. طبعا بالنسبة للتداول كان متأثرا هذا المؤشر ببعض الأسهم القيادية التي كان لها انخفاض إلى حد ما، منها البنك العربي والذي كان له أيضا حصة من التداول. بالنسبة للشركات الرابحة نتحدث عن 38 شركة و 32 شركة خاسرة واستقرار ل 38، كما تعودنا أن هناك توازي إلى حد ما بين الشركات المتداولة. نبدأها إذن بالمواسير المعدنية، اليوم تسجل تراكميا 6.6%. بالنسبة للتغيرات بحد أقصى تراوحت بين 4 و5%. سجلت العالمية للوساطة اليوم 18 قرشا سعر السهم، 18 قرشا أيضا لجنوب للإلكترونيات، تعود للارتفاع أيضا. الإحداثيات العقارية تسجل اليوم 25 قرشا. نظرة سريعة أيضا للشركات التي حققت خسائر إلى حد ما، أيضا أقصاها كانت 5.8%. بطون لصناعة الطابون 16 قرشا، دينار و17 اليوم للشامخة العقارية. الثقة للاستثمارات في مجال الخدمات أيضا تسجل اليوم 40 قرشا، أما 82 قرشا من نصيب المحفظة الوطنية. إذن كما تعودنا مشاهدينا، فنستعرض معا المستويات الفنية الحالية التي يقف عندها المؤشر وأبرز المؤثرات أيضا التي أثرت بحركة المؤشر لهذا اليوم. ونرحب بخالد ربابع، أهلا وسهلا. يا هلا فيك إسراء. أهلا وسهلا خالد. يعني استقرار بعد مقاومة عنيفة كانت خلال الجلسة، يعني تذبذب واضح، ولكن واضح أنه يحاول المؤشر أن يبقى عند المستوى الإيجابي، ما رأيك بهذا الأداء اليوم؟ نعم، حقيقة على مدار جلسة اليوم في جلسة بداية الأسبوع طبعا لاحظنا استقرار المؤشر العام عند مستويات 1876 نقطة، وبالقرب من إغلاقه يوم الخميس في نهاية الأسبوع الماضي. بقيت التذبذبات خفيفة عند هذه المستويات، وكانت أيضا يعني مدعومة بحالة ترقب أيضا إسراء نوعا ما. الآن هذا الوضع يشير يعني بعد سلسلة جني الأرباح التي التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي وفي الأسبوع الماضي، هذا يشير إلى حالة ترقب واضحة بين أوساط المستثمرين. الحدث الهام القادم في بورصة عمان هو النتائج المالية النصف سنوية للشركات، هذه سوف تكون محركة وفي تحريك معدلات التداول وحجم السيولة وأيضا على مسار الأسعار في بورصة عمان. نعم. الآن اليوم ارتفاع في حجم التداول، ذلك يعود إلى بعض الصفقات التي حدثت على بعض الأسهم، يعني وأهمها شركة مناجم الفوسفات الأردنية. صحيح. حيث كانت تقريبا حوالي تحويلات بقيمة 2 مليون دينار. نعم. رفعت معدل حجم يعني التداول. بالنسبة لحجم التداول هذا، يعني عدنا إلى تسجيل هذه الأرقام بعد انخفاضات سجلتها، يعني كانت معدلاتها تقريبا بين 3 و4 ملايين دينار تقريبا. صحيح، لاحظنا الأسبوع الماضي إسراء تقريبا كان معدل حجم التداول 4.5 مليون دينار، بعد الارتفاع والوصول إلى مستويات 6 و7 مليون دينار في الأسابيع التي سبقت، ولكن حالة الترقب وجني الأرباح يعني ساهمت في انخفاض بالنسبة لحجم التداول. يعني جلسة في بداية هذا الأسبوع جلسة مبشرة نوعا ما بالنسبة لحجم التداول، ولكن يبقى بالنسبة للمؤشر العام ويعني محاولة الوصول إلى مستويات 1900. من الواضح أن تأثر المؤشر العام أيضا كان بسبب أسهم قيادية كان لها يعني إلى حد ما تأثر بالانخفاض اليوم، ولو انخفاض نسبي خاصة في القطاع المالي، يعني كان هناك نشاط ولكن كان انخفاض أيضا في الأسهم. صحيح، هو حالة الترقب إسراء تحديدا في النتائج النصف سنوية هي نتائج مهمة جدا بالنسبة للبورصة والشركات، وتحديدا الشركات يعني القيادية والرابحة في بورصة عمان، والتي سوف
تحدد مسار الأسعار. طبعا عمليات جني الأرباح التي حدثت أو الانخفاض التي حدثت بالنسبة للأسهم الأسبوع الماضي كانت على الشركات التي ساهمت في ارتفاع البورصة ووصول المؤشر يعني العام عادلت إلى حد ما الوضع. إلى حد ما جميل. اليوم سنتحدث بالتحديد عن موافقة هيئة الأوراق المالية على زيادة رأس مال البنك الأهلي الأردني بما أننا تحدثنا عن القطاع المالي عن طريق توزيع أسهم مجانية. كما نرى أن نسبة الزيادة تصل إلى 4%. رأس المال قبل الزيادة وصل إلى 192 مليون تقريبا، يعني خلينا نقول نقدر نقول 193 تقريبا، ليصل بعد الزيادة إلى 200 مليون وأكثر من نصف المليون تقريبا، يعني في 7 ملايين زيادة تقريبا 7 مليون. كمان عن موضوع الاستحقاق صحيح، 7 مليون و717 ألف قيمة الزيادة في رأس المال. هذه إسراء من ضمن إجراءات الشركات والتي يسمح بها القانون بالنسبة لبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي. أيضا جاءت القرار الموافقة بزيادة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بالنسبة للبنك الأهلي الأردني وزيادة رأس المال بنسبة 4% وبقيمة كما أشرنا 7,717,000 سهم تقريبا. ويعني كان بموجب قرار هيئة عامة غير عادية بتاريخ 29 نيسان الماضي ضمن انعقاد الهيئة العامة للبنك. وطبعا تمت الموافقة من قبل مراقب الشركات والبنك المركزي الأردني، وجاءت الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية يعني والتي كانت يعني بالموافقة على زيادة رأس المال. استحقاق الأسهم بالنسبة لحامل السهم حتى نهاية جلسة 21 تموز الحالي، وهو اليوم 15 من تاريخ موافقة يعني هيئة الأوراق المالية. هل لك أن نشرح يعني أكثر عن هذا الموضوع؟ المساهم في البنك الأهلي كيف سيستفيد من هذه الزيادة والتوزيع كيف سيكون؟ بالنسبة للاستحقاق ماذا يعني من ناحية المبلغ؟ نعم، هنا إسراء سوف يكون هنالك زيادة في عدد أسهم حامل السهم. يعني لو كان مساهم يحمل 100 سهم في هذا البنك واستمر باحتفاظه بالأسهم حتى نهاية يوم 21 تموز الحالي سوف يحصل على 4 أسهم زيادة ويصبح المجموع الذي يمتلكه 104 أسهم. طبعا يوجد معادلة بتغير السعر، يعني لكل حامل 100 سهم هناك 4 أسهم إضافية. 4 أسهم زيادة، هي نسبة الزيادة 4%. وسوف تنطبق معادلة توزيع الأسهم المجانية حيث سوف يكون هنالك سعر مرجعي بالنسبة للإغلاق حيث سوف ينخفض السعر بمقدار التوزيع. جميل جدا. سنرى كيف تطور رأس مال البنك الأهلي منذ 2016 وحتى 2019. نرى أن هناك يعني ارتفاع معقول خلال كل سنة تقريبا 175 مليون في 2016، 183، 192 ليصل إلى ب 2019 إلى أكثر من 200 مليون. نعم، هذه الزيادة ماذا تعني؟ نعم، هنا إسراء طبعا هنا تطور رأس مال البنك ونسبة الزيادة. طبعا الزيادة تكون عن طريق اكتتاب خاص أو عن طريق توزيع أسهم مجانية بالنسبة للشركات المساهمة العامة. بالنسبة لسهم البنك الأهلي أو شركة البنك الأهلي الأردني كان هنالك استقرار في رأس المال لثلاث سنوات حتى عام تقريبا 2016 عند مستويات ال 175 مليون. يعني من 2013 ل 2016 هناك استقرار عند مستويات ال 175 مليون. ويعني ثم سار البنك ومجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي في كل عام تقريبا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% في كل عام حتى وصول يعني في هذا العام مع هذه الموافقة الأخيرة إلى مستويات 200 مليون دينار سهم على المساهمين. طبعا رافق التوزيعات النقدية أيضا توزيعات أرباح نقدية على المساهمين تقريبا بمتوسط 5%. فهنا يعني السياسة يعني؟ سياسة يعني تجمع بين توزيع أسهم مجانية وزيادة رأس المال وأيضا توزيع أرباح نقدية على المساهمين. نعم، أريد أن أعرف ماذا يعني زيادة رأس المال بالنسبة لأداء يعني البنك وكيف سينعكس أيضا. هل بالضرورة دائما يعني زيادة رأس المال أن تكون إيجابية؟ 6% نسبة التوزيعات النقدية ب 2018 كما ذكرت، 5% 2017، 5% ب 2016، أكبرها كانت ب 2015 10%. نعم، هنا لاحظنا أن يعني ما قبل 2015 كانت التوزيعات النقدية معدل التوزيعات النقدية تتراوح بين
10 و11 و12% بالنسبة للبنك الأهلي، ولكن عندما قام بزيادة وتوزيع أسهم مجانية ورفع رأس مال البنك عن طريق توزيع أسهم مجانية كان تقريبا يقسم الأرباح بين توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين، وزيادة رأس المال تساهم في تقوية أيضا المركز المالي ويعني حدوث عمليات نمو نوعا ما في البنك وتوزيع وتوسيع الأنشطة التشغيلية للبنك. جميل، إذا لنرى كيف كان أداء البنك من خلال صافي الربح للبنك الأهلي الأردني في الربع الأول ب 2018 وصل إلى 7 مليون تقريبا و 94 ألف، الربع الأول ب 2019 6 مليون و 410. نلاحظ انخفاض في الأرباح تقريبا بمقدار 684 ألف وبنسبة تغير 10% مقارنة بين الربعين. ما زلنا في الربع الأول، قطاع البنوك لاحظنا قطاع إيجابي جدا وجيد جدا ونتائجه الأولية كانت في الربع الأول وتوزيعاته النقدية في أعلى مستوياتها. جميل جدا، يعني من الواضح أن هناك أداء إيجابي ينعكس على القطاع بشكل عام وبشكل عام. شكرا لك خالد ربابة على وجودك معنا في هذه الإطلالة، والشكر موصل لكم مشاهدينا أيضا على وجودكم معنا في إطلالتنا لبورصة عمان. ملتقانا يتجدد غدا في نفس الموعد، حتى ذلك اللقاء أترككم في أمان الله.